إذا تحيي تونس اليوم كسائر المجموعة الدولية اليوم العالمي للمسنين تحت شعار شيخوخة آمنة زمن الكورونا وما بعدها. هذا اليوم تحييه تونس في ظروف استثنائية بسبب الوضع الوبائي، وتعمل وزارة المرأة والأسرة والطفولة والمسنين بهذه المناسبة على وضع الاستراتيجية الوقائية لكبار السن ضمن أولوياتها من خلال تنظيم ندوة وطنية حول حماية هذه الفئة وفرصة لمراجعة نظم الرعاية الصحية والاجتماعية. وقد أكد المشاركون في هذا اللقاء على تحيين مشروع مجلة حقوق كبار السن من بنودها مراجعة كراس شروط مؤسسات رعاية كبار السن. أوجه التجديد في مجلة كبار السن أنه اقترحنا إحداث سلك مندوب كبار السن على غرار مندوب حماية الطفولة، باش كيف كما تعرفوا تو احنا المجتمع متاعنا ماشي في اتجاه التشيخ. احنا تو في الوقت الحالي 12.5% من المجتمع متاعنا من كبار السن، عام 29 وحسب الإسقاطات باش يوليو 17.5%. في المجلة نصت على إحداث مؤسسات جديدة، صنف جديد من المؤسسات كما في فرنسا لياجباد، مؤسسات صحية تقدم خدمات وفرصة للتونسيين اللي يحبوا يستثمروا في مجال كبار السن حتى ينجموا أجانب يجيوا وفيها الجانب الصحي معناها ميديكال كامل.